السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الخامس الابتدائي حبايبي. رجعت لكم مع امتحان مراجعة على الوحدة الثانية اللي بعنوان At the Amusement Park، اللي هو في حديقة الايه؟ الملاهي. الامتحان ده عبارة عن مجموعة أسئلة، تمام، من المحافظات، يعني الحاجات دي مهمة جدا جدا جدا، إن شاء الله تجي لك في الامتحان. هنا بيقول لي Listen and Circle، استمع وضع ايه دائرة. هنا بيقول لي 3 ماركس، أسوان 2018، محافظة أسوان 2018. هنا هيجي يقول لك مثلا إيه؟ سبون. المدرس هيقول لك سبون، يبقى أنت هتقوم حاطط دايرة على كلمة سبون اللي المستر هينطقها لك. لافت، لافت، أيوه هتحط دايرة على كلمة لافت. بعد كده أنكل، أنكل، يبقى هنا هنحط دايرة على كلمة ايه؟ انكل. يبقى اللي المستر بيقولها انا بحط عليها دايرة، وده اسمه سؤال الليسننج، الاستماع. السؤال التاني بيقول لي listen and complete، وده طبعا من سوهاج سنة 2018. منى بتقول it's so hot، الجو حر جدا. I'm really thirsty، I'm really thirsty، يبقى انا عايز اكتب كلمة ايه؟ ايوه كلمة thirsty، يبقى ادي thirsty اللي معناها طبعا عطشان، تمام، الجو حر انا عطشان. رد هنا عمرو قال مي تو، وانا كمان في هنا فاصله. Do you want some juice، هل تحب تشرب عصير؟ يبقى انا هنا هنكتب كلمه ايه؟ جوس. يبقى تركز مع المستر بتاعك. رد قال yes please، عمرو هيقوم قايل نقط. kind of juice do you want، ها اسمها ايه kind of juice؟ يبقى هنا هنقول what kind of juice do you want، what kind of juice do you want. منى هترد تقول مثلا ابل جوس بليز، ابل جوس، يبقى هنا انا عايز كلمه ايه؟ ابل، ابل اللي معناها تفاح، ما اسمهاش ابل يا جماعه، اسمها ابل جوس. عمرو هيقول هير يو ار، تفضلي، هتقول له ثانكس الوت، ثانكس ايه؟ الوت. السؤال الثالث معايا بيقول لي هنا سيركل ذا اود وورد اند ذن ريبليس ات ويز ا كوركت وان، طلع الكلمه المختلفه الاود وحط مكانها ايه؟ كلمه ثانيه صحيحه. اوكي هنا بيقول لي hot thirsty see hungry، يبقى الاجابه هنا يا حبايبي هتبقى ايه؟ سي، لانهم كلهم صفات. طب انا عايز صفه يا مستر، ممكن نقوله good، حط صفه انت تكون عارفها. اوكي good. الثانيه pineapple، بانانا، orange، treat. ها واحد هنا هيقول لي يا مستر ده تريت هي اللي تطلع، طب ليه يا حبايبي كل دول فواكه؟ طب انا عايز هنا اسم فاكهه، ممكن نكتب مثلا مانجو، مانجا مثلا. اوكي هنا بيقول لي بوي درينك ريد باي، ها هيقول لي بوي اللي تطلع، طب بوي ليه يا حبيبي او يا حبيبتي؟ هنشيله بوي يا مستر لانهم كلهم افعال. طب عايز فعل، ممكن نقول دو يفعل. اكتب حاجات بسيطه ما تغلطش فيها. واتش كليند كلايمد كوكت، واحد هيقول لي يا مستر اللي هتطلع واتش، طب ليه يا حبيبي واتش؟ كلهم يا مستر فيهم اي دي، يعني كلهم في الماضي، نطلع واتش. طب نعمل ايه مكانها؟ نحطها هي هي واتش ونضيف لها اي دي، تبقى واتشت، تبقى ايه؟ واتشت، حولتها للماضي بتاعها. هنا بيقول لي 6 3 8 9، ها على طول يا مستر طلع 8 وما تتعبش نفسك. طب ليه يا حبيبي طلعنا 8 وما تعبناش نفسنا؟ كلهم ارقام، نكتب هنا 1، ما اسمهاش 1 اسمها 1، اسمها ايه يا حبايبي؟ 1. السؤال اللي بعد كده اللي هو سؤال choose، choose the correct answer from A B C or D. He won a smile ولا prize ولا tree ولا plane. هو فاز بايه يا جماعه؟ ايوه prize، he won a prize. اوكي فاز بجائزه. That's okay, it's my not. It's my great ولا treat ولا eat ولا greet. ها it's my ايه لما كان ما معهوش فلوس، كنا بنقول له اوكي اتس ماي تريت، على حسابي سيب عليا المره دي. شي نقط تيكتس، طبعا دي كلها اسئله محافظات زي ما انتم شايفين، سوهاج واسيوط وهنا برضو الفيوم واسماعيليه وكلهم محافظات، فالاسئله دي مهمه جدا. هنا بيقول لي she not tickets، she drank tickets، went tickets، chopped tickets ولا bought tickets. ها التيكت احنا بنعمل فيها ايه؟ bought tickets، اشترت الايه؟ التذاكر.
لاتس، انا عندي لاتس دي بيجي بعد منها المصدر يا حبايبي، بيبقى ايت ولا درينك ولا سلايد ولا كراي. طب مستر كلهم ايه؟ مصدر. هنا بيقول لي جوس، العصير احنا بنعمل فيه ايه؟ ايوه درينك جوس، يشرب عصير، يشرب ايه؟ عصير. بعد كده بيقول لي وات كايند اوف جوس نقط سلمى وونت، ها دو ولا ديد ولا ام ولا ار. دي غلط ودي غلط عشان بيجي بعد منهم اي ان جي، بيجي بعد منهم ايه يا حبايبي؟ اي ان جي. فاضل لي دو وديد، خلاص. يبقى هنا هنقوله ايه؟ سلمى دي مفرد، المفرد ما بياخدش دو، بياخد داز، يبقى الاجابه هنا هتبقى ديد. الاجابه هنا هتبقى ايه؟ ديد. اوكي. هنا هلا از جوينج تو ايت نقط كاندي، اسمها ايه كاندي؟ فيش كاندي، ميت كاندي، كوتون كاندي، بريد كاندي. ايوه اسمها كوتون كاندي، حلوى غزل الايه؟ غزل البنات. حلوى غزل الايه يا حبايبي؟ البنات. هنا بنكمل بقى مع بعض. He went not a ride yesterday. طبعا برضو الفيوم اهو. He went a on ولا from ولا in ولا to. ايوه اسمها go on a ride, went on a ride. احفظ الكلام ده مهم جدا. تمام. هنا رقم 8 بتقول لي منى watered the and brushed her hair. ها منى يا جماعه راوت ايه وغسلت شعرها؟ بلينز ولا بلانس ولا تشيرز ولا كلوكس؟ اللي بتراوي هنا يا جماعه اللي هي البرانس، طبعا المنيا 2018. خلاص. هنا مديني مجموعه كلمات وبيقول لي fill in the gaps using the words in the box، املا بقى الايه النقاط دي مستخدما الكلمات دي. show hot drank talk pictures. I went to the park with my friends، يعني انا رحت طبعا الى الحديقه مع اصدقائي. It was a hot day. يبقى هنا هنكتب كلمة hot. It was a hot day. I not juice. بنعمل ايه في العصير؟ ايوه drank juice. شربت عصير. ضربت عصير يا جماعة. علي took some ايه؟ علي اخذ بعض الايه؟ take. اسمها take ايه يا جماعة؟ take pictures. علي took some pictures. We saw a، شفنا ايه كمان؟ ايوه a show، شفنا عرض. We saw a show. We saw a show. هنا بيقول لي منى won a prize، منى فازت طبعا بجائزة. We had a nice time، احنا طبعا ايه يعني كان عندنا وقت ايه لطيف. وقت ايه يا حبايبي؟ لطيف. السؤال الخامس بيقول لي read the passage and answer the questions. ده سؤال ذقاهلية 2018. صلاح is a good boy، ولد كويس. He is in primary 5، خمسة ابتدائي. He goes to school every day at 7، يروح المدرسة الساعة 7. He likes to eat fruits and vegetables، بيحب الفاكهة والخضار. He usually drinks milk، بيشرب الميلك اللبن. We orange juice، وعصير البرتقال. صلاح doesn't like cotton candy، طبعا مش بيحب الكوتون كاندي، غزل البنات، الحلويات طبعا الضارة. His favorite sport is football، بيحب كرة القدم. He likes to see a show at the amusement park، عايز طبعا يتفرج على عرض في حديقة الملاهي. هنا بيقول لي fill in the blanks with true or false، صح أو خطأ. صلاح's favorite sport is tennis، رياضته المفضلة هي التنس، طبعا غلط، دي هتبقى false عشان هي طبعا كانت football. صلاح likes cotton candy، صلاح بيحب غزل البنات. هنا صلاح doesn't like cotton candy، برضو هتبقى false، خطأ. صلاح eats fruits and vegetables، بياكل طبعا eat fruit and vegetables، دي true، دي يا جماعة ايه؟ true. هنا بيقول لي answer the questions، the following questions. where does صلاح like to see a show؟ عايز يشوف الشو فين؟ اهو يا جماعة see a show at the amusement park، يبقى هنا هنقوله at the amusement، the amusement park. نكتب كلمة park هنا عشان مكان. What does صلاح usually drink؟ صلاح بيشرب ايه؟ طبعا كان بيشرب حاجتين. He usually drinks milk and orange juice، يبقى هنا هنقول milk and orange juice. عصير برتقال. ده يا جماعة الحاجات اللي كان ايه بيشربها صلاح. هنا بيقول لي rearrange the following words to make correct sentences، رتب لكي تكون ايه جمل صحيحة. هنا بيقول لي write go on I didn't a، وعايزني هنا ابدأ ب I، عايز اقول انا لم اركب ايه عجلة الملاهي، هتبقى I didn't. يجي بعد منها المصدر go on a ride، اسمها I didn't go on a ride. اوكي. هنا بيقول لي جيزا زو تيكتس ديد يو تو باي، يبقى هنا هنقوله ايه؟ ديد،
نبدأ بكلمة إيه؟ that. الفاعل هنا مين؟ you. did you إيه؟ did you buy؟ هل أنت اشتريت؟ did you buy؟ خلاص؟ did you buy إيه؟ did you buy tickets؟ هل أنت اشتريت تذاكر؟ to Giza Zoo بتاعة حديقة الجيزة. هل أنت اشتريت تيكتس تذاكر لحديقة الجيزة؟ حديقة الحيوان بتاعت الجيزة. هنا بيقول لي في رقم 3 money I enough have don't. قال لك I، يبقى عايز أقول أنا ما معيش فلوس كفاية، تبقى I don't have enough money. جملة يا حبايبي لازم تبقى مطلع عليها جدا، بل حافظها حفظ من المحادثات لأنها هتجيلك في الترتيب. رقم 4 بتقول really I am thirsty، عايز أقول أنا حقا عطشان، هتبقى I am really thirsty، أنا حقا عطشان. السؤال الخامس بيقول did she cotton candy eat، وعايز أبدأ بديد، يبقى did she هي مترتبة، هي يأكل اللي هي eat وبعد كده cotton candy. Did she eat cotton candy؟ ده بالنسبة للإيه، للجزئية دي. بعد كده مديني سؤال الإيه، الصورة. طبعا دولت هم يا جماعة قاعدين في مسرح وبتفرجوا على إيه، على عرض. خلاص، يبقى هنا عايز أقول هم في المسرح، يبقى they are في المسرح at the theater، هما في المسرح. طيب هما بيعملوا ايه في المسرح؟ يبقى هو هما بيشوفوا عرض. يرى اللي هي سي شو. طب البنت دي بتعمل ايه؟ البنت دي مثلا بتغني، يبقى the girl is singing، البنت بتغني. طيب عايز اقول ان هما طبعا مبسوطين او هما سعداء، they are happy. عايز كمان جملة، دول كده عائلة، they are a family. يا حبايبي a family، عشان طبعا هو بيطلب منك خمس ايه، خمس جمل. اخر سؤال معايا بيقول لي punctuate، تمام، ده بني سويف 2018. can I help you ريم، اول حرف طبعا لازم الكبر هو حرف السي، تمام، هتبقى can I help you. طبعا لو اداني اسم في نهاية السؤال بحط فاصلة، خلاص، تبقى السي والفاصلة واكتب اسم ريم. طيب ده اسلوب عرض المساعدة، لازم نحط في الاخر علامة ايه، استفهام. Can I help you ريم، ثلاث حاجات، السي والفاصلة وعلامة الاستفهام. هدى وانت تو كايرو لاست صندي، هدى اللي تشيك كبر لانها في اول الجملة، وبعدين اسم هنزل went to Cairo، went to A to Cairo last Sunday، مكتوبة طبعا كابيتال، يبقى أنا ناقص لي في الجملة دي بس نقطة، بس إيه يا حبايبي، نقطة. ده بالنسبة يا جماعة لامتحان الوحدة الثانية من منهج Time for English للصف الخامس الابتدائي. قبل ما نختم يا ريت تسمعونا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب في القناة. كان معكم مستر حمدي الحارس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.